الحمد لله. بطولة كانت صعبة، بطولة كانت من أقوى النسخ تقريبا من آخر 5 سنوات. نادي العربي بعد سوى بطولة كبيرة الحمد لله. اليوم ممكن جزئيات بسيطة اللي فرقت معانا، أظن الجمهور يستاهل هالفرحة، يستاهلون هالسيهات. الحمد لله بطل آسيا، دخلنا التاريخ، محظوظين أنه دخلنا التاريخ مع نادي الخليج. شكرا.